رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي تستضيف رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس في العاصمة لندن، حيث وقعت عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي بين البلدين. الرئيس الكولومبي بشر الثلاثاء زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة التي تدوم 3 أيام بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية، حيث أجرى محادثات مع تيريزا مي أيضا في مقرها بداونينغ ستريت، وأعلن عزمه على تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلاده. سانتوس الذي وعد بإعداد معاهدة سلام جديدة مع تنظيم الفارك بعد أن رفضت الأولى في الاستفتاء الشعبي بأقلية طفيفة، قال منذ بداية المفاوضات مع الفارك كانت المملكة المتحدة داعما قويا لعملية البحث عن إحلال السلام في كولومبيا بتقاسم خبرتها معنا في عملية السلام مع إيرلندا الشمالية وباستخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي. رئيسة الوزراء البريطانية من جهتها قالت في هذه الأثناء التي تستعد فيها المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أنا عازم على تحويل بريطانيا إلى بطلة العالم في التجارة الحرة، مما يعني تعزيز التجارة مع الاقتصادات سريعة النمو كالاقتصاد الكولومبي. الرئيس الكولومبي ومستضيفوه البريطانيون وقعوا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والجباية لتيسير المبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب صفقات أخرى في عدة قطاعات اقتصادية.